بسم الله الرحمن الرحيم. سلام البنات، سلام حبيباتي. اليوم جبت لكم تشوفوا حوتة أو سمكة في الفرن. بعد ما غسلتها ودرت لها شوي قارص، غسلتها بالقارص. هنا جبت صحن درت فيه المعدنوس وربيت فيه الثوم. هنا لايات درت مسكن جبير، درت فلفل احمر حلو، درت الكمون، وهنا فلفل اكحل، وخلطهم مع داك المعدنوس والثوم. نزيد لهم ثاني، نعصر لهم شويه ليم، ها وشوية نعصر لهم شوي ليمون، ونحلهم تاني هذيك الزريعة نتاع الليم. هاني نحيتها، ندير شوية زيت وشوي ملح. خلط كلش مع بعض، هاني درك نجيب الحوتة. هاي السمكة درت لها خطوط بالسكين، هاي وينا باش ندخل فيها هذيك الخلطة تاع التوابل. هاي نزيد هذيك جهة ثاني، هذه درك نبدا نعمر فيها من الداخل ومن برا. هاني زيد ثاني ندير من فوق وندخل في هذاك الخطوط، ونزيد نقلب الجهة اللي منا ثاني وندير فيها الخلطة. درك نجيب سنيوة نتاع الفور وندير فيها ورق الألمنيوم، هاي وينا درت فيها الورق وحطيت فوق الحوتة، وزدت هنايا درت شرائح تاع البصلة، ونقطيها بتاني بنعاود نلمدها في هذاك الورق الألمنيوم. هاني كملت درك نلمدها، هاني ثاني لمدتها. هاني درتها في السنيوة وزدت لها، قطعت لها البطاطا بطاطا شرائح والطماطيش والطرشي، وزدت البصلة وندخلها الفرن طيب. هذه بعد ما طابت، هاني كملتها، طابت هذيك الخضرة، هاي تشهي البنات. اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وتابعوا.